يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قام من النوم قريبا من الظهر وأراد أن يصوم وينوي بصومه يوما من 6 شوال، فهل نعم. يجوز؟ نعم، رجل قام من النوم قريبا من الظهر وأراد أن يصوم وأن ينوي بصومه يوما من 6 شوال، فهل يجوز له هذا؟ لا بأس، ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر يجوز أن ينوي الصوم في وسط النهار. نعم.